العبادة نبدأ إيش بالصلاة. أوكي، وهذا شيء خدوه سنة سنتين ابحثوا فيه جربوه طبقوه افهموا. باجي بقول للناس الله عز وجل العزيز الكامل محتاج عبادتي وعبادتك؟ بقولوا لي لا. ماشي، بما انه مش محتاج عبادتي وعبادتك فممتاز. محتاج صلاتي وصلاتك يعني؟ بقول لي لا. محتاج زكاتي وزكاتك؟ لا. محتاج صيامي وصيامك؟ لا. محتاج عمرتي وحجك؟ لا. طيب لشو خلق العبادات؟ انا بدي احكي لكم لشو. بما انه عنا عالم روحاني وعالم مادي والانسان في درجات النفس، فربنا اعطاه كل الادوات يسهل حياته ويوصل للروح وسبب وجوده حتى يوصل للرفاهية الكاملة. تخيلوا، فالصلاة جاءت حتى تقدر تشحن طاقة من الله مباشرة، وتضلك تنظف هالتك ومجالك المغناطيسي، وتنظف أعضائك الجسدية، وترتقي من النفس الأمارة بالسوء للمطمئنة للراضية للمرضية. فدائما الصلاة عملا لك حالة هالة إيجابية على الدوام. تخيلوا لوين؟ الله. الصيام، هينا صايمين اليوم، طلعوا إنرجي. إنرجي، تعرف شو بتعمل الصيام؟ إنرجي. إنرجي لو شبكناها بمراكز طاقة شمسية بنضوي الكوكب. الله. فالصلاة تمارين الطاقة العميقة لازم تكون صايم، المعدة فاضية، النفس بحالة اطمئنان مش بشهوة، لا بدها جنس ولا بدها أكل ولا شرب ولا بتفكر بالمال ولا نضيف نضيفة. تخيلوا أنا صايم، أنا مصلي، شحن الطاقة مباشرة، حلو، وصايم كمان مراكز الطاقة الإنرجي عم تمشي هيك. تخيلوا يعني كيف تضخ دم فجأة، بالضبط نفس الشيء. وتخيل حالك عامل زكاة اللي هي تطهير للنفس. الزكاة تطهير للنفس، أكسس مباشرة على الروح. مرات أحكي لكم على سر، لما أعمل تمارين طاقة قوية بكون مصلي صايم وعامل زكاة. زكاة مش تخلي البشر كلهم يعرفوا فيك. بطلت زكاة، ايدك الشمال بدهاش تعرف ايدك اليمين، هاي هي سرها، عشان تحافظ على الانيرجي، عشان ما تنتظر مديح. مجرد ما وصلك مديح فعل مين؟ النفس الأمارة بالسوء واللوامة. تخيلوا، انت لما تتمعنوا بالقرآن كله إله دلالات. أنا ليش ربطت لكم إياه ببعض؟ جاي عطاقة الوضوء، يعني محاور اليوم كلها مربوطة ببعض. الله. فلما بتعمل صدقة على طول بتفعل صدقة ما حدا يعرف عنها، النفس المطمئنة بتصير هون بمرحلة العطاء، بتصير بتعطي، فبتطلع من حالة الأنانية. والصدقة المال اللي هو أعز شيء عند الإنسان، فلما بتطلع أعز ما عندك، وخصوصا لما ما يكونش معك مال، يعني أنت معكاش إلا هالمبلغ صغير، قلت يا رب نويت الصدقة، مسألة ساعات بكون بعت لك رزق. ساعات ساعات بكون رزقك على الباب. شو شكل الرزق؟ أشكال عديدة، مش بضرورة مال. هذه هي تفعيل طاقة الصدقة. بس إذا الكوكب عرفوا خلص الإنرجي راحت. أوكي، العمرة، أنا لازم أعملكم فيديو كامل عن العمرة، شو طلبت من ربنا وشو صار بإيدي ومش عارف إيش ودنيا، إيشي فوق بطلع. الله. ولما تلفوا الطواف، لما توصل الطواف الأخير بتعمل ريست، إعادة ولادة وإحياء، تطلع طازة نظيف. الله. عشان هيك لما بنعمل كل هاي الأمور وين بتوصلنا؟
بتوصلنا لحالة من الانسجام الروحي النفسي الجسدي، فبتنظف كل المراكز الطاقة فبتعطي. ومن هون بدي أدخل لكم على المحور الثالث اللي هو طاقة الوضوء.